دوري الخفت مش جايباني قوي. ليه يا فندم؟ اصل هقوله مبادره، هيقول ندخل بقى البلدعي وندخل مش عارف ايه. اقول لحضرتك حاجه، عشان خاطر مصر دخل البلدعي بعد اذنك يا فندم. ماشي ماشي ومعلش اليومين دول حضرتك افتح على كل ماشي الناس. انا ماشي ما ماشي. بفكر والله العظيم، حضرتك ما تعرف انا بفكر ايه في الحكايه دي. برافو عليك، خلاص هكلمه انا جه هكلمه في بالي بس لما اشوف حضرتك بقى البلدعي، يعني ماشي لدرجه ان انا قلت لحضرتك، كنت عايز اقول لحضرتك افتح على نفتح على ابراهيم عيسى. والله. بس وفكر افتح عليه حضرتك، ازاي؟ انا موافق، بس افتح عليه ازاي؟ اخلي احمد عصام فهمي، بيجيني احمد من عصام فهمي خلالك، على من طول. خلالك انت بس، ايه راي حضرتك؟ وتبقى بس مبادره من مني خلالك انا، وتبقى مبادرة مبادره منك مني انت، انا، هقول واقعد لاحمد معاه عيسى. وقول له، قول له انا عايز اعرف الراجل ده عمل فيك ايه. بس طيب ايه راي حضرتك؟ هو انت ما انا تعرفش حاجه موافق في موافق المملكه؟ هبقى اقول موافق كل موافق حاجه موافق واخد موافق حضرتك. موافق خلاص يا فندم، او موافق النبي كلم دلوقتي والنبي سويس، وحتى لو قال ندخل البرادعي ندخل البرادعي. خلاص ماشي اليومين دول والنبي يا فندم عايزين نفتح على خلاص كل مصر. مع حضرتك ماشي فاهمني؟ والنبي يا فهمت. فندم عشان برافو عليك حضرتك، برافو عليك برافو عليك ربنا برافو يبارك عليك في حضرتك، كتر برافو خيرك يا عليك. فندم. وابدأ شكرا. ابراهيم عيسى، دي اهم حاجة على فكرة. حاضر هجيب انا احمد يعني جاي لي في بكره هقول له الحكايه. انا ما رضيتش اقول له غير لما استاذن حضرتك. لا ماشي اوكي ماشي تأخيرك يا فندم، شكرا يا فندم، مع السلامة. ربنا يخلي حضرتك معايا.